أقامت قبيلة العوازم حفلا لإشهار مبرتها الخيرية بحضور شيخ قبيلة العوازم فلاح بن جامع وبمشاركة شخصيات سياسية ودينية. وأكد القائمون على المبرة أنها تختص بالأعمال الخيرية والإنسانية ودعم المجتمع في مختلف المجالات. خلال حفل نظمته قبيلة العوازم لإشهار مبرتها الخيرية، افتتح شيخ قبيلة العوازم فلاح بن جامع مبرة العوازم الخيرية بحضور جمع كبير من الشخصيات السياسية والدينية. وخلال الحفل أكد بن جامع أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة الأعمال الخيرية في الكويت، مشيرا إلى أن أبواب المبرة مفتوحة لجميع أطياف الشعب الكويتي باعتبارها تعنى بالأعمال الخيرية والإنسانية. هي مبرة للبر والتقوى، واسمها مبرة العوازم، ولكنها مفتوحة للجميع، فهي مفتوحة للشعب الكويتي سواء من الأبناء الأسرة الحاكمة أو للشعب الكويتي على جميع أطوافه أو للقبائل. القائمون على المبرة أكدوا أن أهدافها تتمثل في دعم المجتمع بمختلف المجالات التعليمية والصحية، إلى جانب تقديم المساعدات إلى المحتاجين في الكويت. تحقيق المشاركة المجتمعية من خلال تقديم جميع أنواع الدعم الاجتماعي والمهني والعلمي والصحي والثقافي والإعلامي والرياضي، تقديم المعونات والمساعدات للمحتاجين داخل دولة الكويت، مد جسور التعاون مع المبرات الأخرى والمؤسسات الخيرية في تحقيق أهدافها الإنسانية. واعتبر المشاركون أن الأعمال الخيرية تمثل الوجه الحضاري للكويت على المستويين الداخلي والخارجي. هم الآن يعلنون هذه المبرة وهو الوجه الحضاري لدولة الكويت، فالكويت مشهورة بالعمل الخيري في الداخل وفي الخارج.